جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أحمد بخيت من تبوك يسأل ويقول: أعرف رجلا عمره يناهز 65، لا يصوم ولا يصلي ويحب كلام الفواحش ويشرب الخمر، هل علي واجب تجاهه؟ جزاكم الله خيرا. عليك واجب النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل تجاه هذا الرجل وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعليك أن تنهاه عن هذه المعاصي، بل إن ترك الصلاة وتعمد تركها يعتبر ردة عن الإسلام، وكذلك تركه لأركان من أركان الإسلام كالصيام، هذه خطورة عظيمة، ولا يجوز لك أن تتغاضى عن ذلك وأن تخالط هذا الرجل أو تصاحبه حتى تنصحه وتدعوه إلى الله عز وجل. فإن تاب إلى الله فإن لك الأجر، والله يتوب على من تاب، وإن أصر على ما هو عليه فعليك بمقاطعته والابتعاد عنه، لأنه عدو لله ولرسوله، لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويفعل الفواحش، هذا لا تجوز مصاحبته والسكوت عن جرائمه، يجب الإنكار عليه. وإذا أدى الأمر إلى رفعه من السلطة، إذا كان هناك سلطة تأخذ على يده، فإنه يجب عليك بعد مناصحته وإصراره على ما هو عليه، يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى السلطة وتأخذ على يده. نعم.